السلام طيب عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في ليدي ليست ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير اليوم كما العاده حنشارك معكم وصفه سهله راح تكون وصفه حلوه خير ندير لكم لي صابلي او شوكولا راح تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير وش نحتاجوا في العجينه تاعنا طبعا راح نحتاجوا المارغارين على بالكم لي صابلي نحتاجوا فيها مية حندير 125 غرام تاع المارغارين عندي السكر كلاص هنايا قص 50 غرام تقريبا زوج مغارف كبار نحتاج صفر تاع عندي تانيك لافاني والكاكاو الخميره تاع الحلوه نسحقوا شويه برك ما نكتروش بزاف ونحتاج مرفه كبيره تاع لا مايزينا وعندي شوكولاتة اختي باش نفوري بيهم لي صابلي وعندي تانيك لافاني باش نطمو بها العجينه تاعنا احنا نبداو في طريقه التحضير راح نجيب هنايا الريسيبيون اللي راح نخدم فيه العجينه تاعي ندير اول حاجه ندير المارغارين عندي 125 غرام تاع المارغارين نجيب ميزان باش نوزن الكميه هذيك كما نقول لكم دائما المارغارين دو بريفيرونس تكون آه طريه باش تجيكم سهله في الخدمه اذا كانت في الفريجيدار جبدوها شويه من قبل هكذاك باش تطرى لكم وتجيكم سهله ندير كميه تاع 125 غرام هكذا راح نضيف معها الكمية تاع السكر كلاص اللي هي خمسين غرام تقريبا تجيكم غي زوج معارف كبار هاي لك الكمية تاع السكر كلاص راح نزيد تاني شوية على فاني ما ننساش القرصة تاع الملح هكذا ندير ثاني الكاكاو راح ندير كامل المكونات هذوما الجافه ابار لا فاني اللي حنخليها هي الاخره باش نطم بها العجينه مغرفه كبيره تاع لا مايزينا كما قلت لكم المايزينا حتمد واحد الخفه لا بات صابلي تاعكم تجي بزاف هايله مغرفه صغيره تاع خميره الحلوه ما نكتروش بزاف باش ما يتنفخوناش لي صابلي ودي فورما الشكل تاعهم راح دوكا نخلط هذه المكونات راح نضيف قبل صفار تاع حبابيت راح نجي نفصل هذاك الصفار على البياض وراح نستعمل في العجينة الصفار كما قلت لكم مشاهدينا دوكا راح نطم المكونات التوعية راح نطمهم ندير نقوم باش نستعمل باش نطم العجينه تاعي ولا تقدروا ديروها في البيتانا اذا حبيتوا تستعملوا البيتانا طبعا تستعملوا برك هذاك لو هادك، هذاك ما تستعملوش الفوي قد ما كانت لا مارغارين تاعكم طريه قد ما راح تتخلط فاسيلمون وما تعيكمش بزاف لوكا راح نجي نضيف الفرينه كما قلت لكم لا فارين خليها هي الخرب باش نطم بها العجينه تاعي يعني راح ندير كميه آه نشوف يعني عيني ميزاني حتى وين تتشكل العجينه تكون طريه ما تكونش تلصق في اليد وتجيني سهله في الخدمه اقدم مشاهدينا حمد نضيف في الفارينا تاعي تقريبا يعني نعطي لكم الكيل تاع الفارينا حتى بين لكم بين 450 حتى ل 500 غرام تاع فارينا مي دو بريفيرونس تزيدوا بالعقل وانتم تحسوا العجينه حتى تلحق القوام اللي قلت لكم عليه تكون ما تلصقش وتكون مازالت طريه هكذا نطم بيان لاباط هكذا دونك مشاهدينا واش راح ندير راح نجيب آه بابي كويسون باش نحل العجينه تاعي على بالكم لا صابلي تكون تلصق شويه ما ممكن تحلوها بالفارنة بالفرينه حتكتولها تجيكم ناشفه ثم نستعملوا ان بابي كويسون باش يسهل لنا الحله نتاع هاد هكذا نجيب مقص باش نقطع البابي تاعي نستعمل كما قلت لكم بابي كويس راح يعاونني في الحلان تاع صابلي شوفوا كش ندير نحكم العجينه تاعي نحطها فوق هاد البابي كما راكم تشوفوا هكذا آه نحي الريسيبيون وراح نجي نبدا نحل في, في العجينه ما نرقوهاش بزاف باش يجوا لي صابلي تاعنا يجوا آه يعني عاليين ما يجوش هكذاك رقاق تقريبا واحد آه ربعة مليمتر تاع السمك نحل هكذا العجينه تاعي قلت لكم هذا البابي كويسون راح يسهل لكم الخدمه بلا ما تستعملوا الفارينة بلا ما تكثروا الفارينة من تحت حتى وين لكم لكم لابات تاعكم دوك انا راح نجيب السنيوه اللي راح نحط فيها هاد لي صابلي كنت غلفتها بالبابي كويسون يعني درت لها بابي كويسون من الفوق هكذاك باش صابلي لي صابلي تاعنا ما يلصقوش معنى لي صابلي ما بس باسكو فيهم با كميه مليحه تاع المارغارين مي حنا نيفيتيو اذا اه لصقونا ولا ما مش ما توسخوش السنيوه تاعكم تسهلوا عليكم الخدمه نجي نطبع هنا حبيبات توعي بهذا الطابع هذايا يكون تقريبا واحد 4 سنتيمتر راح مك... نشعل الفور تاعي بيان سور انا وشاعله ويسخن على 180 درجه باش نكمل ندخل لي صابلي يطيبوا على كيما قلت لكم 180 مدة 20 حتى ل 25 دقيقة راح تشوفوهم يعني تمسوهم تلقاوهم نشفو شوية ما لازمش يحمروا بزاف لي صابلي باش يقعدوا طريين تمنحوهم من الفور تقريبا كيما قلت لكم 20 25 ما يديباسيوش 25 دقيقة راكم تشوفوا خليت انا الحبات شوية خشان إذا حبيتوهم نتوما شوية رقاق ماشي بزاف كيما تقدروا تتحكموا نتوما في ليبيسور تاعهم دوك مشاهدينا هادوما راح يدخلوا للفر العجينه تاعي راح نكمل نخدمها من بعد راح ندخل هادو للفر يطيبوا على 180 درجه كما قلت لكم هكذا وطبعا العجينه تاعي نقارديها في الفريجيدر مشاهدين قلت لكم انا كنت وجدت حبات من قبل طيبتهم خليتهم بردوا وراح نجون نديرو الفراش تاعهم هاهم ليك الحبات تاعنا واش راح ندير هنا عندي الشوكولاتة تارتيني تقريبا تحتاجوا حوالي 200 غرام تاع شوكولاطه تارتيني اللي راح نفوريو بها هذا صاب لي صابلي يعني هذه اسهل اسهل كريمه تاع حشو تاع لي صابلي شوكولاتة تكون تشروها واجده و في تفوري بها خير ما توجدون كريمه او بير ولا تم تم تشرو هاد لا لا ولا الشوكولا لا تختيني وتفوري بها لي صابلي تاعكم طبعا انا قبل ما نكمل نفوريهم راح نجيب كاسرونه باش نوجد الكلاصاج اللي راح نديرهم من الفوق هنا عندي 250 غرام تاع تاع شوكولا تاع كلاصاج ولا فيجي كاو راح نديرها هنايا ندير لها قطرة تاع الزيت ماشي بزاف باش تمد لها واحد لابريونس لهاد الشوكولا واحد مغرفة هكداك كبيرة هكذا ونحطها فوق النار هنايا لازم تعسوها اذا حطيتوها فوق النار عسوها بيان باش ما تتحرق لكمش سينو إذا خفتو ديروها في في بان ماري ولا ديروها في ميكرووند ميكرووند حوالي دقيقة بركة راح تدوب لكم ما تطولش بزاف ولا فوق النار قعدو عسو فيها بيان هكذا نكمل نعمر لي صابلي تاوعي ديرو تبقى مليحة باش تجيكم يعني من الداخل تجي معمره ما تجيش ناشفه ونغلق على الحبات تاعي بهذه الطريقه هكذا نبدل لاسباتشيل هذه طريه شويه نجيب وحده اللي تكون هكذا شويه عاصيه باش تخلط لنا بيان الشوكولا فوالا هنا الشوكولا تاعي راهو داب كامل راح نجيب هنايا نحط فوقها هاد طرشونه نحط فوقها الشوكولا وراح نجيب ان بابي كويسون هكذا مورسو صغير ماشي كبار بزاف باش نحط فيه الحبات تاع لي صابلي بعد ما نكلاصيهم ومن بعد راح يجوكم ساهلين باش تنحوهم من فوق هاد البابي تقدروا ما ديروا الحبات تاع لي صابلي تاعكم في في الفريجي ولا في الكونجيلاتور ما بيد تكونوا الدوب والشوكولا هكذاك باش كي تجوا تكلاصيوهم يتكلاصاو لكم فاسيلمون واش راح ندير هنايا راح نجيب مغرفه مع فرشيطه هذه باش نرفد بها الحبه تاع الصابلي وهذه باش نكلاصي بها الحبات تاع الصابلي تاعك ندير شوية تاع الشوكولا هكذا ومن بعد نجيب المغرفة نبدا نكلاصي في الحبة تاع الصابلي عفوا نقطرها شوية من هداك الكلاصاج ما نخليهاش معمرة بزاف ونجي نحيها فوق البابي كويسون هكذا راح نزيد حبة واحدة أخرى فوالا شوفوا معايا مشاهدينا دوكا انا واش راح ندير راح نزين الحبات هذوما بالجوز كما قلت لكم حبيبات حبيبات تاع الجوز يكونوا كاملين يعني ماشي ناقصين قبل ما تنشف لنا الحبه ولا اذا شفت لكم الحبه تحكموا هكذا اون بوش ولا بالمغرفه ديرو شويه تاع شوكولا فوق الحبه تاعكم وتحطوا فوقها الحبه تاع الجوز من الفوق هكذا فوالا دوك مشاهدينا انا الكلاصاج هذا داجمد جمد لي راح نعاود نديرو في أمبوش بوش نستنى الحبات هذوما يجمدوا هذاك الكلاصاج كامل يجمد ومن بعد نعمر هذه كما قلت لكم في أمبوش وندير خطوط هكذا تاع شوكولا من الفوق ويكونوا جاهزين لي صابلي تاعنا نعاود نقولوا بعد الفاصل نشوفوا لي صابلي جاهزين على طاوله التقديم انا ولينا لكم مشاهدينا الكرام باش نشوفوا الوصفه اللي كنا درناها كيف كيف اليوم اللي كانت دي صابلي وشوكولا كما شفتوا طريقه بزاف سهله تاع لي صابلي تقدروا تديروهم في المناسبه تاعكم درناهم ما من داخل فوري وشوكولا وكلاصي من الفوق بالشوكولا يجو بزاف بنا نجربوهم راح يعجبوكم لحقنا نهايه الحلقه ما بقى لنا نقول لكم استناونا في حلقه جديده ووصفه جديده تهلاو في رواحكم وتبقاو على خير